مساء الخير أزول، صباح الخير لكان عندكم الصباح ومساء الخير لكان عندكم المساء. هذا أول فيديو كنديرو في سلسلة حلقات غادي تكون على قصة لجوئي. كلكم كتعرفوا أنني أنا اسمي الحقيقي مينا بوشكيوا. طبيعة الحال اختاريت أنني أن يكون عندي اسم آخر، هو بسودو، ولكن طبعا غادي يكون من بعد غادي نغير الاسم ديالي، وحتى هو كاين سبب علاش. بغيت نشكر قبل ما نبدأ، بغيت نشكر كل الصديقات والأصدقاء والمتابعات والمتابعين ديال فيسبوك وديال القناة اللي عاونوني وساعدوني بالإرشادات والملاحظات ديالهم على تقنية التصوير والضوء والمسائل التقنية. كنشكر أيضا صديقي حميد، الصديق اللي كيساعدني في هاد المواقع، يعني باش ندير الإدارة ديال هاد المواقع. طبعاً لا، هو في المغرب. ايه، بالنسبة للمسائل التقنية الإنسان كيتعلمها، وانتم كتعرفوا بأن هنا في كندا لا بغيتي تطلب المساعدة ديال أي حاجة خصك تخلص فلوس. ما عرفت أنا هادشي واش غادي يكون عندي نقولوا واحد لوبسيون من بعد ولا ما غاديش يكون. اللي مهم هو نبدأ، أهم حاجة هي البداية. كنعتذر الى كان شي حاجه على المستوى التقني كتزعجكم، نحيد صوره والصوت، وما تبخلوش بالملاحظات ديالكم في لي كومونتير. نتمنى انكم تكونوا عدد كبير اللي كيدير سبسكرايب باش يسمع باش يتبع باش تعطيونا ارائكم على هذا المحتوى، يعني كيفاش التفاعل ديالكم معاه. كيفاش اليوم انا جيت قررت يعني باش ندير قناه ونولي نهضر فيها. علاش؟ لان كثير من الكلام كيتقال بالكتابه كنحس به غير كافي او كيؤدي الى سوء فهم. كثير من الناس عندهم سوء فهم لمن تكون مينا بوشكيوا او عزتي ليلى، لماذا تكتب، لماذا كيف كيسميوني انا اهاجم الدين او اهاجم الاخلاق او اهاجم القيم الى اخره. هذا ماشي هجوم، هذا تعبير لي الحق فيه وعندي حريتي فيه مضمونه بالمواثيق الدوليه، وحتى المغرب راه موقع عليها حمل الدستور 2011، ولكن للاسف المغرب ما كيطبقش بزاف ديال العهود والمواثيق اللي كيوقع عليها، وكيستخدم اساليب اخرى اللي ما كتضمنش للناس حريه التعبير. وانتم كتعرفوا ان المجالات اللي هي فيها مشكل ديال حريه التعبير هي ملي كتكلم في السياسه، في حقوق الانسان، في الدين، وفي الجنس بطبيعه الحال، وهي الطابوهات. بالنسبه للمسائل المتعلقه بالجنس، راكم كتعرفوا شنو كاين في القانون الجنائي، شنو رد فعل المجتمع، لان ما كايناش تربيه جنسيه، فبالتالي اللي كيتكلم في الجنس كيتعتبر كيتوصم، يعني كي كنقولوا كيتوصم وكيتعتبر، خصوصا لكانت امراه، يعني كل انواع ديال الوصم غادي تاخذها المراه العكس ديال الرجل، سواء في وسائل التواصل ولا في الاداب ولا في الاعلام ولا في اي حاجه. مسائل سياسيه طبعا معروفه بلادنا بان كاين خطوط حمراء، رغم وجود قوانين، يعني وجود فصول كينص على دستور 2011 كتعطينا الحق باننا نعبروا، كتعطينا الحق حتى في حريه المعتقد، ورغم ذلك يعني كاين واحد الفاصل او واحد التناقض صريح ما بين ما يطبق في القوانين خصوصا القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور، وكنتمنى امور كثيره تعدل. اذا هاد الحلقه ديال اليوم ما جيش باش نناقش فيها المقتضيات الدستوريه والقانونيه، لا، انا غنبدا نحكي لكم حكايتي، يعني شكون انا، علاش انا طلبت اللجوء، علاش امراه حتى دارت 56 عام مغربيه عاد طلبت اللجوء. يعني واش انا طلبت اللجوء باش ندير هجره؟ انا لا اظن، يعني اي انسان عنده واحد الحد، حد يعني ادنى من الذكاء
راه غادي يفهم بان هذه ماشي هجره، وان هذه السيده ما كانش كتقلب على باش تهاجر. اللي كيهاجر ما كيهاجرش عنده 56 عام، هو قرب التقاعد النسبي او التقاعد الكامل. واخا يوقع اللي وقع في البلاد، لان اللي كيبغي يهاجر كيهاجر اما كيهاجر بعداك ملي كيكون صغير، واما في اللحظه بالذات اللي كيكون وقع عليه هذاك المشكل او تعرض لهذاك الاضطهاد اللي كيخليه بقى القضيه كي تنقولوا سخونه يمشي يدفع ملف اللجوء. اذا غنبداو من الاول. اول حاجه باش نشرح لكم شنو الفرق ما بين اللجوء وما بين الهجره. طالب اللجوء كيحط الطلب ديالو في الدول المانحه للجوء، اللي منها كندا بطبيعه الحال وعدد كبير من الدول اللي هي موقعة على اتفاقيه جنيف، منها كندا والولايات المتحده الامريكيه واغلب دول اوروبا، اللي هو فيه جوج الانواع، لجوء انساني ولجوء سياسي. انا ما دايرهش لجوء سياسي، انا الاضطهاد اللي تعرضت ليه والعنف ما كانش من بطريقه مباشره من طرف الدوله المغربيه، بل كان الدوله المغربيه ما وفرت ليش الحمايه في اللحظه اللي تعرضت لمجموعه الانواع ديال الاضطهادات والظلم الى اخره، وهادشي غادي نتكلم فيه بالتفصيل. هو لجوء انساني. لجوء انساني، اذا فوقاش قررت ندير هذا اللجوء الانساني؟ نرجعوا شويه الوراء، رجعوا للتاريخ، ودائما التاريخ هو اللي كيحدد اللحظه الحاضره. ما يمكنش نفهموا شنو وقع في الحاضر الا ما رجعناش شنو وقع. اذا شنو وقع لي انا كنت واحد السيده استاذه، بديت في التعليم الابتدائي، يعني خديت الاجازه في علم الاجتماع 89 في الرباط، يعني زياده وخلق في الرباط. قريت بحالي بحال الناس اللي كبروا في بحالي في مدينه الرباط، بنت حي شعبي، بنت يعقوب منصور، حي بيسات. الاب ديالي كان طوليي، كتعرفوا شنو هي المهنه ديال الطوليي. عنده محل في حي المحيط. الوالده ديالي ربات بيت، هما من نفس العائله، وصلنا من رحمنا. كبرت مع خمسة ديال الخوت، ثلاثة البنات وثلاثة الولاد. توفى منهم أخ ديالي صغير في 2016. كبرت بحال اللي كبروا البنات والولاد ديال الحي ديالي، يعني نقدروا نقولوا كنت شوية محظوظة في عائلتي. كون الأب ديالي دخل المدرسة، دخل ملي كان صغير، دخلته الوالدة ديالو المدرسة، يعني قرا شوية عند الفرنسيين. والوالدة ديالي ما كتعرفوا النساء ما كانوش كيدخلوهم المدرسة في المغرب، حتى في المدن وخصوصا في الأوساط الشعبية. كان المصير ديالها بطبيعة الحال أنها تبقى في بيت والديها كتشقى وكدير الأعباء المنزلية، ومصيرها هو الزواج. وبطبيعة الحال تزوجت عندها 13 عام، كنظن 13 ولا 14 عام. فأنا الكبيرة في البنات، عندي الاخ ديالي كبر مني بعامين بسنتين، وكبرنا دخلونا المدرسه. دخلت شويه الكتاب، حفظت القران بحال الاطفال في ديك الوقيته، ومن بعد دخلونا المدرسه العموميه اللي هي في الحومه ديالي، مدرسه وادي المخازين مختلطه على 7 سنين. مزيان، اذا لحد الساعه كلشي غادي مزيان. هاد الفترة اللي كنتكلم عليها شنو هي في تاريخ المغرب؟ هاد الفترة انا تزاديت في 64، سنة 1964. 1964 بطبيعة الحال من حيث الوضع السياسي في المغرب كانت وضعية، يعني نقولوا تقريبا واحد 9 سنين ولا 10 سنين بعد الاستقلال. كانت وضعية دائما فيها واحد النوع ديال نقدروا نقولوا ديال المشادات بين يعني القصر حسن الثاني وما بين يعني بدات كتشكل واحد نسبيا حركه معارضه يسرى. ولكن انا ما كانش عندي واحد الوعي، ولكن كنتذكر وانا صغيره جدا قبل ما ندخل المدرسه بان حي يعقوب منصور كانوا الناس
يعني كيعرفوا شي حاجه سميتها الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، كانوا الناس كيسمعوا بان النظام كيهز الناس في الخناشي وكيخبرهم ان الحيوط عندهم الودنين، عندك تهضر وتتكلم، عندك تنتقد النظام الى اخره. كان هذا الامر، ولكن ايضا كانوا الاساتذه ديالي بعدك المعلمين، كانوا المعلمين دائما وحنا صغار كنسمعوهم كيتكلموا، يعني كيناقشوا سياسيا، كيبان لك بانهم ملتزمين سياسيا الى اخره. فمن بعد غادي نمشي للاعدادي. الاعدادي يعني بعد الشهاده الابتدائيه وصلت الاعدادي. الاعدادي قريت في اعداديه الامال، اللي كيعرفوا ما بقاش كنظن اسمها اعداديه الامال، كاينه في حدا المركز السينمائي، كاين مركز سينمائي في عقب منصور قريبه لي، كنظن ما بقاش اسمها اعداديه الامال، ولا يمكن اسمها عبد الصمد دينيا. هذه الاعداديه كانت اعداديه انظر الوحيده في المغرب اللي عندها هاد الخصوصيه. شنو هي ان كانت واحد الاعداديه دارتها وزاره التربيه الوطنيه باش تكون تجربه كي تنقولوا رائده بيلوت مع كندا. شوفوا الاقدار كي دايره مع كندا. كيفاش مع كندا؟ هو انها كانت النظام التربوي فيها يعني تابع لكندا، كان شي نوع من انواع الاتفاقيه، وبالتالي كان النظام التعليمي فيها لا علاقه له بالنظام التعليمي في المغرب، وكان مبني على يعني على التحصيل، على تقييم التحصيل ديال التلاميذ، ماشي على الامتحانات ديال اخر السنه. الا بقيت كنفصل بزاف. المهم انا بالنسبه لي كانت مؤسسه نموذجيه جدا، ممكن نعطي تفصيلات من بعد، ولكن في نفس الوقت كانت مؤسسة بها عدد كبير جدا من كانت هي المؤسسة الوحيدة اللي فيها غير المغاربة. الإدارة الأساتذة كلهم مغاربة، لأن في ذاك الوقت كانوا باقي الأجانب كيدرسوا بالمغرب، كانوا الفرنسيين، وكان المغرب كيتعاقد مع باقي كيتعاقد مثلا مع أساتذة من أوروبا الشرقية، من يوغوسلافيا سابقا، من بولونيا خصوصا، كيجيو كيقراو العلوم، وكانوا الاساتذه المشارقه كيجيو باش يقراو اللغه العربيه من فلسطين، من الاردن، من عمان، من سوريا، من مصر. هذيك الاعداديه لا، هذيك الاعداديه كانت مغربيه 100% من حيث الطاقم التربوي، ولكن من حيث النظام التربوي اللي فيها هو نظام كندي. طبيعة الحال التجربة ما غاديش تستمر، يعني من انا درست فيها 4 سنين، وسنة من بعد صافي تلغات التجربة، ومن بعد رجعت كي نقولوا للحاضرة، صافي طبق فيها النظام ديال التعليم العمومي المغربي. علاش وقفت عند هذه الاعدادية؟ لان في هذه الاعدادية تقريبا هنا فين غيبدا يتشكل الوعي ديالي، عديت شكل الوعي ديالي مع الاساتذه ديالي ومع التلاميذ اللي كانوا كبر مني. صحيح انا ما كنتش كنقدر، يعني ما كانش عندي الامكانيه ديال انني نخرط، ولكن كنت فاهمه بان مجموعه من الاساتذه كانوا ملتزمين سياسيا، ممكن نقولوا ملتزمين سياسيا في ذاك الوقت، خصوصا اذا انا دخلت الاولى اعدادي في 76 الى 81، يعني 4 سنوات. عشنا احداث اضراب 1979 فين تعتقلوا عدد من الاساتذه وعدد من التلاميذ الى اخره. اذا انا كبرت في هذا الجو، ولكن شغي وقع في 79 بالاضافه للاحداث اللي في المغرب بالنسبه لي انا شخصيا. كتعرفوا بان 1979 تاسست الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، تاسست الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، كان هذاك الاضراب الوطني اللي بطبيعه الحال تعرضوا فيه نسبه كبيره جدا من اساتذه من اسره التعليم الى الاعتقال الى التوقيف، كان كاع اللي ما كانش منخرط وتعرض للاعتقال الى اخره، ممكن يعني منخرط في الحراك السياسي والاجتماعي. ولكن في ديك السنه، وكتعرفوا بان هي سنه ديال الثوره الايرانيه بطبيعه الحال، في ديك السنه الاخ ديالي الكبر مني غادي يستقطبوه الجماعات الاسلاميه فين؟ في الحومه ديالنا. في الحومه
بداو كيبانوا. والمشكل ان كانت حومه غالبا هذوك يعني الاولاد الكبار، الدراري الكبار بالخصوص، كانوا يعني كلهم منخرطين في اليسار بصفه عامه. ديك الساعه كان يعني البي بي اس اللي كنعرفوا انه خرج من الحزب الشيوعي المغربي، وكانوا كان الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، ومن بعد منه جاء الاتحاد الشرقي طبعا. تاريخ ديال معروف ما غاديش نفصل فيه هنايا، ولكن بداو كيبانوا واحد الخلايا صغيره جدا عندنا في الحومه ما عمرنا كنا كنشوفوها. مثلا حنا الحومه ديالنا كانوا الصفوف ديال الديور، وكانت واحد الساحه الوسط، كنظن الساحه باقا لحد الان. ولينا كنشوفوا ان شباب ولاد الحومه ولاو عندهم الحياه، واخا في الحقيقه الحياه بحال دابا، الحياه كنتي كتلقى الدراري الماركسيين، كتلقى الاتحاديين، كلشي عنده الحياه، ولكن الحياه فرق كتفرق على الحياه. بداو كيبانوا واحد الدراري كيديروا الحياه، كي كنقولوا كيقصوا الشوارب وكيلبسوا الفوقيات بويض. دوك الفوقيات بويض بحال اللي كيلبسوا المشارقه ولا كيلبسوا جلالب، وكيمشيو يصليو في واحد المسجد صغير ديال الحومه. اصلا داك المسجد ما كانش كيعمر، انا كنت كديني جده معاها ملي كنت صغيره باقا ما دخلتش المدرسه، اباني لا عمر نهار الجمعه، وكانوا دايرين واحد البلاصه صغيره النساء يصليو فيها. فاذا به ولا كيعرف واحد الانفجار يعني في الحضور ديال الصلوات الخمس يعني خلال اليوم. دائما من بعد صلاه المغرب كيجيو كيديروا بحال الحلقيه، بحال الحلقيه ديال الكليه، كيديروا واحد الحلقيه وسط الحومه، وكيبداو يدخلوا في نقاشات ومناوشات مع الشباب ديال الحومه اللي هو كان منخرط في صفوف الاحزاب اليساريه انذاك، او الاتحاد الوطني لطلبه المغرب. انا تنقول لكم هادشي راه ماشي ديك الساعه كنعقل عليه، هادشي راه كنحكيه يعني بعدا يعني بالنظره ديال الان والنظره البعديه، ماشي ديك الوقيته ما كنتش كنفهم وما كانش اللي غادي يفهمني. الوالد ديالي ما كانش يعني ما كانش عنده علاقه بهذا العالم، الوالد ديالي كان كيخدم كيمشي مع راسه يقصر، والوالده ديالي مرات بيت مقابله وليداتها مقابله دارها، وكانت معنا جدتها هي الام ديال الوالد ديالي توفات. المهم بقى يعني الاخ ديالي استقطبوه بواحد الطريقه غريبه جدا وعجيبه. هو صغير كنظن ديك الساعه هو كانت عنده شي 15 عام، كيقرا في اعدادي. المهم هو دائما كان سبقني بسنتين في الدراسه، كيف سبقني بالعمر. فديك الساعه هو كان كيقرا في الثانويه بنورشد، ولكن انا كنقرا في الامل. ف في سنه وحده 79 80 غير تقلب كل شيء حياتي انايا راسا على عقب. علاش كنقول انايا؟ لانني انا اللي كنت البنت اللي صغر منه واللي غادي يمارس عليه وغيطبق عليا كاع ديك النظريات ديال 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 التخوانجيت وديال التطرف وديال كي تيقولوا المقربون اولى بالمعروف، وزعما داك انك خصك تمارس الدعوه في اهل البيت، اهل بيتك وامك وباك واختك، وخصوصا اختك حيت اختك هي المراه. اذا بدا واحد النوع ديال انا كنت واحد الطفله، واحد المراهقه داخله سوق راسي بزاف، حشوميه خوافه، كندوز حياتي فين مدوزه حياتي كلها كتلخص في المدرسه. كنمشي نقرا دائما قرايه، دائما نقاط مجتهده، يعني دائما معدل انا الاولى في يعني في القسم الى اخره، ما عنديش مشاكل في المؤسسه نهائيا. وفي البيت كذلك انا هي البنت اللي دائما داخله الكوزينه كتعاون الام ديالها، كنتسخر في الزنقه، عندي 10 سنين وكنطيب جوج خبزات قدام قدر الرويضه ديال الرموك وكنديهم للفران. ما كنت كندخل ديما في العشرة، خوت اللي تزادوا من مورايا تزادوا من بعد مني أربعة، كلهم حملتهم على ظهري، كلهم درت لهم ريكوش، كلهم أشياء الى اخره. الوالده كتلوح عليا مسؤوليه البيت، ورغم ذلك وانا صغيره يعني من السن ديال 9 سنوات وانا كان يعني ما عنديش
وما عنديش متطلبات وما عنديش شخصية متمردة. هادشي كنقولو باش نقول لكم انا ما عمري كنت متمردة، ما عمري كنت متطلبة، لا في اللباس لا في الماكلة لا في الخروج لا في الصداقات مع تلاميذ. تقول مثلا تقول لي الوالدة ما تخرجيش نهار الحد، صبني كنطلع للسطح كندوز النهار كامل في التصبين ديال الحوايج ديال الدار كاملين، ونسيق السطح ونهبط التسييقة ونمشي نتسخر، ولا كان الحمام راه حنا غادي نمشيو للحمام في العشية بحال جميع الأسر الشعبية. من بعد يدار لينا الوالد الدوش، ما بقيناش نادرا باش نمشي للحمام، كنسالي كنغسل في الدوش، كنطلع كنجلس كنحفظ كنوجد الدروس ديالي، هكذا كانت حياتي. ولكن بحال شي يعني كائن مسالم ولطيف وغير متمرد وعايش العالم ديالو، لان العالم ديالي انا دائما كان هو امتى نتفرغ باش نشد كتاب بين يدي، باش نقرا اي حاجه بين يدي، وملي جات التلفازه نتفرج في الافلام. نتفرج على التلفازه كانت كدير فيلم ولا جوج تقريبا في الاسبوع، وكيخليني الوالد ديالي نتفرج بطبيعه الحال. والعطل كندوزهم الشقه، والمطالعه الكتبه اللي طاحوا في يديا كنقراهم. ونادرا يعني السفر، ما عمري رسلوني المخيم، ما عمرني حتى شي حاجه. ولكن كيفاش هاد الطفله هادي هي اللي غادي نزل عليها كي تنقولوا الدق، يعني الاخ ديالي تاخذ مني انا واحد الوسيله اللي طبق فيها هذيك الايديولوجيا وداك الغسيل ديال الدماغ كامل اللي كان كيعمروا ليه به الجماعات الاسلاميه راسه. فاول حاجه بدا كيقول يا ديري الحجاب ديري الحجاب. كتعرفوا بان المغرب في ذاك الوقت في 79 و80 ما كانش حاجه سميتها الحجاب، كانوا امهاتنا كيديروا جلابه ونقاب، واما كيلبسوا العصري، كانوا في احياء شعبيه، كانوا وحتى النساء اللي كانوا في المناطق القرويه، الناس اللي كانوا كيجيو عندنا من بحال دابا حنا مثلا كانوا كيجيو عندنا عائلتنا من رحامنا، عائلة با يعني ان امي وبا نفس العائلة هما ولاد العمام، كيجيو من جهتهم بجوج. يعني كتشوف النساء ما عندهمش داك المشكل ديال خصهم يغطيو الراس بحال دابا، تقدر يعني الزيف هابط، ولا كيلبسوا داك اللباس التقليدي ديال البلاد، حتى الجلالب، حتى مثلا النساء اللي كيجيو عندنا حنا من رحامنا ما كانوش كيلبسوا جلابه، هذيك الجلابه العصريه كانوا كيلبسوا بحال الحيك بيض، كانوا النساء كيلبسوا الحيك بيض، كانوا اللي كيلبسوا بيض كيلبسوا، اللي كيلبسوا الحيك اسود. الامازيغيات كنشوفهم عندهم لباسهم، وبطبيعه الحال النساء اللي بحال الوالده ديالي اللي كبروا في وسط الرباط كيديروا جلابه ونقاب، وكاينين النساء كانوا كيديروا جلابه، حنا كنقولوا لهم ايوا الربيطيات والفاسيات، كاين دوك العيالات الكبار زعما كيديروا جليليبه كيديروا الزيف، ما كيغطيوش يعني كيغطيو غير نصف شعرهم، ما كانش شي حاجه. ولا كيلبسوا العصري كيف قلت، العصري كتعرفوا في هذيك الفتره كانوا بنات الاحياء الشعبيه كيلبسوا الميني، كان الميني على مود، وكان با تيليفون اللي كيعقلوا على با تيليفون، فما كانش الدائره ديال الحجاب نهائيا. غادي يوقع واحد الانفجار. اذا انا بقيت بقى الاخ ديالي خصوصا تنعقل داك العطله الصيفيه من بعد النجاح ديالي في الاعدادي الكاتريام اني، بحال اللي كنقولوا هذيك الكاتريام اني غتكون واحد السنه يعني قاتمه في تاريخ حياتي، غادي يكون فيها واحد نقطه ضوء وحده. اشنو كيدير الاخ ديالي؟ كل مره تيجي عند امي وكيقول لها واش جاتها الحيض، وجات الدم، واش بلغات، كتقول لهم انت مالك علاش كتسول، كيقول لي خصها غير كتبلغ دير الحجاب، خصها غير القران تيقول الله الى اخره. وديك الساعه بدا كيجيب لنا الكاسيطات ديال الكشك، كيجيب الكاسيطات ديال الكشك وتيبقى شاعلهم، وداك الكشك كيخطب وكيدير هاك، كتعرفوا داك الهضره ديال الكشك. وهذا كان غير كيخرج من الدار، كان خويا كيخرج من الدار، بطبيعه الحال الاخت ديالي اللي صغر مني بخمس سنوات كانت كتلوح دوك الكاسيطات ديال الكشك، ولا كتخسرهم، عرفتوا داك الكاسيط كتخسر ليها بالستيلو، كتخسرها وتحطها في شي بلاصه باش يجي يلقاها خاسر، كتقولي سرطتها المسجله.
وعندها وهي عندها هذوك الكاسيطات ديال عبد الحليم ووردة وفيروز، هاد الثلاثة كانت كتحماق وكتسطع عليهم وكتجمع الفلوس منين ما كان، من الصخرة عطاوها الوالد ولا الوالدة شي حاجة باش تشري سميتو، كتبقى باش تشري وكتبقى ناركة منها طبيعة الحال. شحال من مرة جا وحصل لها دايرة، وحصلنا كنسمعوا لعبد الحليم ووردة وفيروز وكيهرس الكاسيطات وكيضربنا، بعض المرات كيهرس المسجلة كاع طبيعة الحال. الوالد ديالي ولكن في هذه الفترة بدات المشاحنات والمشادات حتى مع الوالد ديالي، يعني غير كيتكلم كيقول لي انت كافر. كتعرفوا بان الناس الكبار في ذاك الفترة حتى واحد ما كان كيصلي، ما كانوش الناس المغاربة كيصلوا، كانوا كيصوموا رمضان ما كانوش كيصلوا. بعد انا الاسرة ديالي جدة ما كانش كتصلي، با ما كانش كيصلي، امي ما كانش كتصلي، دوك الناس كيجيو عندنا من البادية كاملين الجيران من هاد الجي، ما عمري شفت شي راجل ولا شي مرة كيصلي قليل. جدة كانت كيعجبها تمشي تصلي الجمعة، غير ما كتصلي داك الصلوات الخمس، كتصلي نهار الجمعة وتريح وتلبس احسن ما عندها وكل شيء وتمشي تصلي الجمعة مرة اللي كترشق ليها. ما عمري شفت الوالد ديالي كيصلي الجمعة، كانوا ناس قليل اللي كيصليو ماشي كثار، ولكن بزاف ما كانوش ديك مواظبين، يعني غادي للجامع جاي للجامع صلي الفجر صلي الصبح صلي الظهر الى اخره. وهذا الشيء غيبدا يبان، اول حاجه بداو هذا الشيء ديال الكشك، الكاسيطات ديال الكشك، وبداو كيظهروا في الاحياء في الحي عندنا، في يعني الحي ديال ملي كتقول يعقوب منصور حي كبير، يعني مثلا فيه ديك الساعه باقي ما كاينش الناس اللي كيعرفوا الرباط وكيعرفوا يعقوب منصور، باقي ما كاينش جي 5 ما قبل كنعرس كنحكي لكم على العصر ما قبل جي 5 ما كاينش جي 5 وما كانوش واحد الحي قبل جي 5 كيتسمى امال، حنا كنقولوا ليه المحارق حيت هذاك حولوا دوك الناس اللي كانوا في القياطن حدا سوق الغزال حولوهم لتما وعطاوهم الديور عطاوهم يبنيو. ما كانش هذا الشيء، ورغم ذلك بدات كتبان خلايا ديال الجماعات الاسلاميه، ظهر ما يسمى بالدعوه والتبليغ. ديك الساعه انا ملي فرض عليا خي الحجه في ديك العطله ديال 80 81 ملي خديت نجحت في التاسعه، ما كناش كنقولوا لها التاسعه كنا كنقولوا لها الكاتريام، يعني الشهادة الإعدادية، كانت الأولى ثانية ثالثة رابعة إعدادي، ما كانش هذا النظام يعني التعليمي اللي كاين دابا.